ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تلكم الوسائل حقائب سفركم، فانظروا ماذا تحملون فيها، وهي لكم ورد وصدر، فانظروا ماذا تردون منها وماذا تنهلون. إنها أعمالكم، إنها أعمالكم بين أيديكم في دار المهلة، وستلاقيكم في دار البقاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فرحم الله امرأ أدرك ضعف حاله وقلة حيلته، وأن عليه من الكرام الكاتبين من هو رقيب عتيد. فلله، فلله ما أكثر المفاليس بسبب تلكم الوسائل. نعم، إنه الإفلاس من أوسع أبوابه، وإن أعظم شهود على إفلاس المفلس هم القراء والمشاهدون، فهم المعنيون بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أنتم شهداء الله في أرضه.